انا اسمي انس، انا مدمن متعافي بقالي 13 سنه و5 شهور. كم الخسائر اللي خسرتها في ايام ادماني النشط لا تعد ولا تحصى. صحه، احلام بتتسرق، اجتماعيات، خسائر ماديه. عندي استعداد اتكلم على الخسائر سنين، بس مش هو ده هدفي. بس انا هدفي ازاي وصلت للحته دي، او ايه النظره اللي خلتني اوصل لشرب المخدرات. تخيلي ان الشياكه كده، وان انت تبقى شاب واو كده، وان انت تبقى ظاهر كده، وان هو ده الشاب اللي المفروض ابقى عايش بيه الفتره دي. هتحب كده وهتقبل كده وهبقى مميز كده، ولغايه ما صلاة أمي بدموعها هي جابت نتيجة ووصلتني للتعافي. الموقف ما كانش صعب عليه لوحده، لكن كان صعب على كل حبايبه وكل أسرته وكل أصدقائه. وهو بيقول سبب التعافي كده، قال سببين حلوين قوي. إن أنا في وقت أخدت قرار وقلت لأ، وبسبب صلاة أمي. ولما سمعت كلمة صلاة أمي دي افتكرت قصة القديس أغسطينوس لما سألوه أنت ليه اسمك ابن الدموع؟ ساعتها قال لهم أنا كنت قبل ما تسمى بابن الدموع أنا كان اسمي ابن الهلاك. وهو بيحكي في قصته كده قال أنا عملت كل الخطايا في الدنيا اللي تعرفوها وما تعرفوهاش. أنا كنت بدرس إزاي أني أكون ملحد وإن إزاي أشوه صورة ربنا قدام الناس. وقتها كانت أمه بتبعيط وبتبكي طول الوقت، وكانوا الأساقفة في البلد يقولوا لها هو حالة ما يقوس منها، خلاص هو كده كده ابنك هالك. لكن هي كان عندها امل في ربنا وكانت بتبكي بدموع وتقول لي ابن مش الهلاك لكن ابني للحياه الابديه. ولما رجع وعرف ربنا في روما، ساعتها رجع وخبط على باب امه، واول كلمه قالها لها يا امي ان اغسطينوس مات. قالت له لا، ابني موجود دلوقتي. قال لها اغسطينوس مات. اغسطينوس مات عن الخطيه، مات عن كل طرق رضيه، مات عن النجاسه، مات عن كل حاجه وحشه، لكن انسان جديد. وقتها امه خدتها بالحضن وقال من ساعتها أنا تسميت ابن الدموع بسبب دموع أمي اللي كانت بتبكي كل يوم. عايزة أقول لك حاجة مهمة، لو كل أم دلوقتي قاعدة قدامي وبتسمع، عايزة أقول لك إن ربنا سمع صلاتك وشايف دموعك. عايزة أقول لكل أب شقيان وتعبان عشان ولاده وبيشقى وبيقول أنا عايز ربنا يحميهم ويحفظهم، عايزة أقول لك إن صلاتك دي ودعواتك دي محفوظة عند ربنا. كتير قوي بنقول إحنا مفيش أمل في صلاتنا، إحنا حالاتنا يقوس منها، لكن عايزة أقول لك طول ما أنت عايش إن في أمل في ربنا وليك رجاء في المسيح. وحكايتنا ما خلصتش لحد هنا، لكن هنشوف يا ترى الدور الجاي على مين؟